واحنا داخلين على الشهر الفضيل نتكلم شوية عن رمضان وإجراءات وزارة الأوقاف في رمضان. عندنا كده مجموعة من القرارات ليها علاقة برمضان، عشان لو حضرتك أو حضرتك أو حضرتي أو حضرة أي حد من الحضرات، يا حضرات اللي بتسمعوني، عامل حسابك إنك هتنزل تفطر على واحدة من موائد الرحمن في رمضان في شارع من الشوارع اللي ورا أو في أي حتة، فمعلش نقب حضرتك جه على شغل. نقب حضرتك ونقب حضرتي ونقب أي حد من الحضرات جه على شغل لسببين. السبب الأول إنك مش هتقدر تقعد على مائدة الرحمن إلا إذا كان معاك الشهادة اللي بتقول إن حضرتك أخد اللقاح. ده السبب الأول. السبب الثاني إن حضرتك بقى لو ربنا موسع عليك ومتعود كده تعمل مائدة رحمن ضيقة تحت بيتك، مش هتقدر تعملها غير لما تروح تجيب ترخيص من الحي اللي أنت تابع ليه. تمام كده؟ طيب، عملت المائدة، دنيا زي الفل، وربنا وسع عليك وكلت وأكلت حبايبك وجيرانك، عايز تروح تصلي، عندك مشكلتين أو كذا مشكلة هيقابلوك. أولاً إن الصلاة بقت نص ساعة، كل سنة وحضراتكم طيبين، ده صلاة العشاء والتراويح أو العشاء والقيام بما فيهم الكلمة أو ما كانش أو ما فيش كلمة، فضلاً عن إن ما فيش السنة دي دروس في المساجد وما فيش تحفيظ قرآن وما فيش قراءة قرآن، ضيف عليهم كمان إن ما فيش تشغيل الميكروفون والسماعة الخارجية في الصلاة، حط عليهم وأنت معدي كده إن ما فيش تهجد وما فيش صلاة ليل، تمام كده؟ نيجي بقى للخبر الجديد، قال لك الأوقاف تحذر من إيه الأوقاف؟ عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في رمضان هينتهي بإغلاق المسجد. إيه بقى الإجراءات الاحترازية دي؟ قال لك إن كل مواطن لازم يروح ياخد معاه مصلية، سجادة. السجادة بكام النهاردة يا سيدنا؟ أنا ببص على أسعار السجاجيد لقيت السجادة النهاردة في مصر القديمة بيتراوح سعرها ما بين 150 إلى 200 جنيه، لو ما معكش سجادة ودخلت تصلي فأنت كده بتعرض المسجد اللي أنت بتصلي فيه للإغلاق حتى نهاية رمضان وتحويل إدارة المسجد للمحاكمة والتحقيق العاجل في وزارة الأوقاف. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا على الخير رمضان، وبأمر الله تنتهي الأزمة قبل حلول الشهر الفضيل الكريم.